ناخد رسائل الواتساب اللي بتجي لك. يلا حبيبي. ها بتاعت الزيتون. ايوه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول رساله جات لك، يا انا ولحق يا جماعه، ريكاردو سواريز بعت لك رساله بيقول لك: يا كابتن رضا، انا سامع عنك سمع خير، من وانا في البرتغال بتفرج عليك دلوقتي لقيتك بتخبط فيا، هو انا لحقت ولا عشان اسمي مش تكيس او تكس؟ جاوب يا بيه، الراجل سمعك يا بيه. ما سمعني، بس انا قلت ايه؟ ايوه، ان يمسك من اول الموسم، لان كده وجاي والدوري ملهلب. ايوه، فممكن تحسب عليه، ممكن يكون مدرب كويس يا مهيب. انما دلوقتي جاي يعني انا شايف ان وقت مش بتاعه خالص، حتى لو هو مدرب كويس ده لازم ياخد 5 6 ماتشات عشان يقدر تحكم عليه وتقول ان هو له بصمه. تمام، ده مش تخبيط، ده خوف عليه. تمام. يوسف اوباما بعت لك رساله بيقول لك ايه: خف عليا يا كابتن رضا، انا بحبك. هو انت مستواك ما نزلش ابدا قبل كده يعني؟ بص يا يوسف، انت عارف ان انا كنت بتكلم عليك كويس قوي. على فكره جاي له عرض، بمناسبه يوسف اوباما جاي له عرض من قطر، ربنا يوفقه، ويبقى في رد خلال 48 ساعه. ربنا يوفقه. انا اي لعيب يجي له عرض مع السلامه. ماشي، بس انا بقول له أطلع. بقول له هو قصر في حق نفسه، وانا مستواي نزل في فتره من الفترات، بس بقدر في اقل وقت نرجع تاني. فانت مش عارف ترجع من ساعه كروش. طيب جيروش، يلا ناخد اللي بعده عشان وقتنا. طارق حامد بعت لك رساله بقول لك: انت قلت ان مش اسطوره في الزمالك زيك، في اسطوره في الزمالك يسيب النادي ويروح الاهلي؟ امال انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هيعمل ايه؟ طب ما هيسيب الزمالك وهيمشي. مش عرفك، مش ممكن يحصل في الامور امور. بس هقول لك انا مختلف عنه. في ايه؟ لان النادي ما كانش عايز يجدد معاه، انما النادي هيموت وكان يجدد معاه. هو مش النادي قاعد معاه؟ يعني الزمالك ما كانش عايزك؟ لا طبعا، هو لو كان عايزني كان سابني. ده احنا وافقنا على 25,000 جنيه يا مهيب، وجايبين طلعت منصور ساعتها ب 45,000 جنيه. يا كابتن رضا انت كنت مكسر الدنيا. قول لهم بقى يعني ازاي الزمالك مش هيبقى عايز. قول لهم طب انا مشيت ليه؟ يعني طب انا اروح حد هيسيبه يمشي ويروح الاهلي كمان؟ طب انا رحت ساعه الاجتماع منطق. رحت ساعه الاجتماع هم ما كانوش موجودين ليه؟ وهم اللي مديني الاجتماع، وما تتكلمش وما تطلعش في الصحافه، وقعدت الاسبوع ده مستخبي في البيت. طيب ناخد رابع رساله، فيريرا. طيب انت بتقول اني بعمل عك كروي مع الزمالك، لو هاجمتني تاني هقدم استقالتي ويجي موسيماني مكاني عشان تعتذر التحليل. والله انتوا الاثنين مع السلامه والقلب داعيلكم. لا احنا هنفوق الكره المصريه منكم. ليه؟ انا بختلف معاك. طيب صلى الله. فيريرا ده في الظروف دي وفي الاجواء دي عامل نتائج كويسه جدا ومطلع ناشئين. والله ابدا، ده هي لمت المستشار مرتضى وامير واللعيبه، وفاقوا اكتر لما خدوا قرار ضد طارق حامد وابو جبل. اسمعني بس، ماشي. دي حاجه تاني. انت الماتش الاخير ده الشوط الثاني، هل دي اداره فنيه ان هي عايزه تكسب 4 و5 و6، ولا ان هو ادى الفرصه؟ طب وقدام الاهلي الشوط الثاني مش دي اداره فنيه برضه؟ ماشي، بس يكسب. عملت جيم كويس. ده انت بتلعب والاهلي وحش وانت وحش. طيب فانت كنت مفروض عشان تكسب كنت نزلت سيف جعفر ويوسف اسامه نبيه من مع شيكابالا، كنت كسبت. صاحبك بعت لك رساله. مين؟ تاكس. بيقول لك ايه: عمري ما صغر رقبتك يا صديقي، الدوري في بيراميدز وشعرك في امان يا كابتن. هنشوف ده هيبقى سنه سودا. هو سمعنا ولا ايه؟ والله هتبقى سنه سودا لو حلقت. وحياتي الغالي عندك هتحلق شعرك، انا بقولها لك اهو من بس هنا. لو كان في ظلم شعرك. تحكيمي ماليش دعوه، مالكش حاجه عندي. ماليش دعوه. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، ماليش دعوه. لا لا، الطلقه طلعت. لا انا قلت لك ما طلعت، ماليش دعوه. بس انا قلت لك لو اي ماتش اتظلم فيه لا ما تسالنيش بقى، لان انا قلت لك العداله التحكيميه. ان شاء الله هتحلق باذن الله. وانت هتلبس باروده. انا موافق، انا موافق، انا موافق. لو بيراميدز خد الدوري هعمل اللي قلت لك عليه، ولو بيراميدز ما خدش الدوري هتعمل اللي قلت لي عليه. احلى عادي. خلاص. بس يكون في عداله. طب احلق لك انا على الهوا؟ ماشي، ما عنديش مشكله. تبقى حلوه، مش مشكله زيرو كده. ما عنديش مشكله، وهتعلم قبلها. ماشي. طب انا اركب لك الباروكه. انا موافق. لا انت